السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، اليوم بدنا نحكي عن ترويض الطيور. من المعروف يا إخوان أن الطيور لما بدك تبلش تروضها، إما بتروضها وهي صغيرة وبتخلي الجنحان عليها، إما إذا بدك تروضها بتكون كبيرة شوي بدك تقص من جنحانها عبين ما تبدأ ترويضها. وفي طرق ربط للطيور تربطه ربطة ما بتأذيه، ممكن تروضه عن طريق الربط. أول إشي تربطه بتحمله بإيدك مع خيط عشان لما يطير يرجع هدي على أصبعك. المرة الجاي بعلمكم كيف طريقة الربط، طريقة آمنة جدا ما بتضر الطير بتاتا، يعني بتروضه على راحتك. المهم، الطيور أنواع أشكال، الكل بحب شو بده يربي ويروض. طبعا هذا طائر اللوري اكيد بتعرفوه، معروف عنه ببغاء اللوري. هذا لوري، لوري تعال لوري هون بالضبط. حكيت بدنا نحكي عن طائر الطنان، الكل بيعرف طائر الطنان. طائر الطنان اللي بوقف بمد منقاره جوا الورد، بين شو وجهه وجه مبين جوا الورد، بمد منقاره وبقوم عن طريق لسانه بشفط اللي بيكون في الورد، اللي هو مثل نقول العسل، يعني بيكون مية حلوة بتكون في الورد، أنواع وأشكال. طبعا هذا الورد برضه نحل العسل بيجي بيأخذ منه للعسل. طبعا هذا طائر الطنان الأسود، هذا صغير فرخ عم بنروض فيه، بس احنا بنروضه عن طريق العسل. هاي العسل شايفين، وبينطعميه عن طريق العسل. يلا شايفين كيف؟ طلعوا لسانه ما أطوله، بمد لسانه برا. طبعا احنا منطعميه عسل وبنحط له كمان ورد. طبعا طائر صغير جدا، يمكن ما بوزن كم غرام، سبحان الله. لكن هذا الطائر بحكوا له الطنان، بيقدر يوقف بالهواء ويرفرف بالجنحان وهو بالهواء واقف بمد منقاره وبشفط اللي بالورد. شطور طبعا، صغير صغير زي ما انتم شايفين حجمه. لا اوعك، بحب العسل. طبعا احلى ما في الموضوع طائر الطنان هذا، بس يكبر شوي بصير لونه اسود لميع، بيعطي لمعة حلو. طبعا حتى اجري سود. انزل شوي طائر شكله بغير ريش، شو ماله بالخط، عارف. الكل بيعرف طائر الكوكتيل. طبعا طائر الكوكتيل بده حمل كثير، لازم تحمله كثير، تعوده الطعمي بايدك يتعود عليك. طبعا يفضل انك طائر الكوكتيل بالذات تقص جنحانه، لانه اذا طار بخاف وبطير بخاف ما برجع. شاطر شاطر. اطلع. ايوه يلا كل عسل عسل. شوف لوري بحب العسل، لوري دوك العسل عجبك؟ شوف انت بتحب العسل، دوك العسل. استنى دوك دوك. هذا بده. شوف لوري كمان، لوري حب العسل. وحش لوري. وانت يلا. طبعا اهم شيء الطائر الطنان بدك تخلي عنده المي 24 ساعة، ممنوع بدك تخلي عنده مي، واحدة مع سكر واحدة بدون، والعسل لازم يضل عنده ولا بعدين بموت، لانه تربيته صعب صعب جدا هذا الطائر. يلا شكله شبع، هذا هو. شو بدك لوري؟ هاي عسل. نشوف لولو. لولو جربي العسل، دوكي العسل. ليش خفتي لولو؟ عسل. شو مالك خايف؟ طلع كيف كان لولو؟ انت
اعطوكي العسل. خافت. يلا ارقصي لولو، يلا ارقصي ارقصي شاطرة. ايه تضحك علي تضحك علي. يلا لوري احسن منك. تعال هاي لوري، هاي لوري، لوري احسن منك، لوري احسن منك، لوري اشطر منك. هاي طار، هاتو يلا طلع لوري، طلع لوري، لوري بتغار، يلا بتغار منه لوري، لوري. المهم الطرق هاي بدها استمرار يا اخوان.